رسالة مني للشعب الجورجي. أنا في باتومي حاليا وأتعامل مع الجورجيين بالفنادق ولا في البقالات ولا في التاكسي ولا حتى من مكان التلفريك هذا أو في المطاعم أو بالكافيات، ولا يوجد كافيات تقدر تقول عليها كافي. شعب يائس وشعب كريه وشعب نفسية وشعب لا يعرف الابتسامة، وبلد ما فيها سيستم واضح للسائح، لا حقوقه بالأوتيلات ولا حقوقه بالمادة ولا حقوقه بالصرف، حتى موظفي البنوك والصرافات الموجودة. أنا في باتومي وأنقل ما وجدته في باتومي، أعطيها كمستوى سياحي بالمئة واحد بالمئة، ولا تستحق الواحد المئة. طبيعتها جميلة البلد، البنية التحتية حقتها سيئة جدا، ما في كلام، عندهم الجبل حلو ولكن الشعب سيء جدا، تعطيه بالماينس 200% ناقص، سيء بكل ما تعني الكلمة من سيء. أنا رجل محافظ، ماني من الشباب اللي نايت كلوب واحد يقول لي أنت تروح نايت، لا 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 لا، أنا الأوتيل مطعم وأتمشى ورجل، حتى تدخين أنا ما أدخن، ولكن تعاملت معهم تبتسم بوجهه تضحك بوجهه مبوز ما تبوز شبرين. أنا ما هي مشكلتي إذا عنده مشاكل تاريخية، ما عندي إشكالية في هذا الموضوع. أنا أنصح في جورجيا بتاتا، أذربيجان أفضل مليون مرة، كازاخستان أفضل مليون مرة، أوكرانيا الله يردها سالمة أفضل من الثلاث دي كلها، شعب مبتسم شعب راقي شعب فنان، أرضهم حلوة وطبيعتهم حلوة ونفسياتهم حلوة. أما هالشعب والله ما أنصحبه، شعب أعوذ بالله كئيب، تقول طالع من حانوت يعزى. ما أنصح في جورجيا لا بتومي ولا في تبليسي، علما انه النصابين كثروا والنشالين كثروا والامن ضعيف جدا موجود. هذه انا اليوتيوب ذا راح يطلعون عليه الجورجيين ويعرفون معنى كلامي هذا. نعم هم يعانون من المشكله هذه، الشعب مو راضي يتغير ولا يبغى يتغير اصلا. السلام عليكم.